أكيد من جديد رح نتعرف على حالة الطقس مع المتنبي الجوي اللي صار معنا عبر الهاتف الأستاذ رضوان عيسى. يسعد أوقاتك أستاذ رضوان. يا صباح النور، أهلا وسهلا. يا ميت مرحبا. هلأ بالبداية بس بدنا نتعرف مباشرة عن كيف رح تكون درجات الحرارة طبعا الأيام الحالية والقادمة خلال طيلة أيام هذا الأسبوع. تماما تكرم. هلأ احنا لاحظنا خلال اليومين الماضيين، هو يومي الجمعة والسبت، انخفضت درجات الحرارة في أغلب المناطق، كانت الأجواء صيفية عادية، بينما بس بالمناطق الشرقية والجزيرة كانت شديدة الحرارة. هلا بالنسبة لليوم، نتيجة تقدم منخفض تأثير البلاد بامتداد لمنخفض الموسمي الهندي السطحي عم يترافق بامتداد لمرتفع شبه مداري في طبقات الجو العليا، رح نلاحظ اليوم بدءا من اليوم رح تميل درجات حرارة للارتفاع بشكل تدريجي بدءا من اليوم حتى نهاية الأسبوع الحالي، مع أجواء صيفية حارة وصحوة بشكل عام، مع ظهور بعض السحب المتفرقة في المناطق الغربية والشمالية الغربية. تديمية مغبرة وشديدة الحرارة على المناطق الشرقية والجزيرة والبادية. أما خلال ساعات الليل راح يكون جو معتدلا بشكل عام، لطيف في المرتفعات الجبلية، راح يرافقه ارتفاع في نسبة الرطوبة في المناطق الغربية مع احتمال تشكل ضباب خفيف على أجزاء المناطق الوسطى والساحلية والجنوبية خلال ساعات الصباح الباكر. الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيف والمعتدلة، تنشط سرعتها خلال ساعات المساء، قد تتجاوز سرعتها 50 كيلومتر بالساعة، تكون مثيرة للغبار في المناطق الجنوبية والوسطى. تمام. طيب استاذ رضوان، يا الأيام اللي رح تكون فيها ذروة ارتفاع درجات الحرارة أعلى من باقي الأيام؟ هلا بالنسبة للذروة رح تكون معنا في نهاية الأسبوع الحالي، يعني يومي الخميس والجمعة، بتسجل بحدود تتجاوز 39 درجة مئوية في مدينة دمشق. تمام. طيب بالنسبة لدرجات الحرارة كيف راح تكون بالنسبة لليوم أو بباقي أيام الأسبوع؟ هلأ بالنسبة لليوم، خلال 24 ساعة مدينة دمشق بتسجل اليوم نهارا 39، ليلا 22، المرتفعات الجبلية 31-19، المنطقة الوسطى حمص 35-23، المناطق الساحلية 33-27 مع نسبة رطوبة مرتفعة نشعر بالحر فيها، الجزيرة 43-28، الشمالية حلب 40-24، الشرقية والبادية 43-26، مع أجواء سديمية مغبرة حتى نهاية الأسبوع. تمام. طبعا يعني بدنا نشكرك جزيل الشكر المتنبئ الجوي رضوان عيسى، كنت معنا عبر برنامج دامسكو. شكرا كثير لك. يا أهلا وسهلا، مع السلامة. أهلا.